لنقاش الملف الفلسطيني ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب الصحفي الفلسطيني عماد أبو الروس. أهلا بكم سيد عماد. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. ما أسباب ودواعي التصعيد العسكري في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. كما نلاحظ بأن الأيام الأخيرة شهدنا حراك سياسي وحراك ميداني. على الصعيد السياسي كانت هناك بعض الرسائل الدولية بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية في حراك التهدئة والمصالحة. يعني أنا باعتقادي بأن هذا الحراك حتى هذه اللحظة يعتبر حراك متعثر. طبعا هذا الحراك جاء نتيجة لحراك مسيرة العودة المتواصلة في قطاع غزة، بالإضافة لاستمرار إطلاق الطائرات الورقية والحارقة من قطاع غزة إلى مستوطنة غلاف غزة. الاحتلال الإسرائيلي يطالب بوقف هذه الطائرات ويطالب بوقف مسيرات العودة مقابل رفع الحصار أو تخفيف الحصار، وهذا ما حمله المبعوث الأممي من الجنوب إلى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. إلا هناك بعض التطورات حدثت في الأمر، تحدثت عن صفقة الأسرى ومطالبة الاحتلال بأنه لن يكون رفع الحصار عن قطاع غزة إلا بالإفراج عن الأسرى جنود الاحتلال الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية منذ عام 2014. يعني هذه التطورات، بالإضافة بأن حركة حماس تصر على إطلاق سراح أسرى صفقة شاليط الذين تم إعادتهم واعتقالهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي. نعم. طبعا واكب ذلك حراك ميداني أو تطورات ميدانية، هي بالأصل هي تطورات ميدانية متدحرجة منذ إطلاق مسيرات العودة، وصلت لمرحلة واضحة بأن المقاومة تحاول فرض قواعد اشتباك معينة، الاحتلال الإسرائيلي يريد كسر هذه القواعد، إلى أن تدحرجت الأمور في قصف الاحتلال الإسرائيلي لموقع يفا كتائب القسام، في ظل وجود قيادة سياسية للحركة وقيادة من الجهاز العسكري للحركة، وهذا يعني يعتبر مؤشر خطير لهذا التصعيد. نعم. بالتأكيد المقاومة أكدت على حقها بهذا الرد، والآن المقاومة كما لاحظ منذ ساعات منذ الأمس وهي تواصل ردها على هذا الخرق الإسرائيلي. نعم. عماد، انتهى الآن القصف على مستوى الفصائل والتي أعلنت عن وقف إطلاق النار من جانب واحد، ما مدى نجاح هذا وقف إطلاق النار هذا الذي أعلنت عنه الفصائل؟ يعني صراحة أنا باعتقادي أن الأمر لم ينتهي، يعني ما بعد إعلان هذه الفصائل من وقف إطلاق النار من طرف واحد هناك خروقات إسرائيلية لهذا الإعلان، تمثل في قصف مجموعة من الفلسطينيين في شرق جباليا، بالإضافة لاستهدافات في مناطق أخرى سواء في منطقة البريج أو بيت لاهيا. إلا يعني كما نلاحظ الآن في خبر يتم تداوله بالإعلام الإسرائيلي بأن صاروخين تم إطلاقهما من قطاع غزة على مدينة بير سبع، وهذا يعتبر تطور خطير. يعني منذ عام 2014 لم تصل الصواريخ الفلسطينية إلى منطقة بئر السبع والتي تعتبر بعيدة عن قطاع غزة بحدود 40 كيلومتر إلى 60 كيلومتر. باعتقادي بأن أي تهدئة أو أي وقف إطلاق نار هو يعتبر وقف إطلاق نار هش تكتيكي نوعا ما، ربما يكون من فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، ربما لن يمرر هذا الأمر بهذه السهولة، والأمر لن يتوقف إلى هذا الحد إلا إن تحركت جهود دولية حقيقية لوقف هذا التوتر وهذا التصعيد، وإلا فإننا أمام حملة واسعة من الاحتلال الإسرائيلي تجاه قطاع غزة قد تصل إلى درجة الحرب. لذلك نحن بحاجة إلى جهود أممية لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي تجاه قطاع غزة مماثلة لاتفاق عام 2014. نعم. هل تتوقع أن يكون وقف إطلاق النار من الجانبين الفلسطيني والصهيوني؟ يعني هناك في إشكالية كبيرة لدى الاحتلال الإسرائيلي، يعني هناك إشكالية بالنسبة لموضوع عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، هذه النقطة الأولى. والنقطة الأكبر، هناك ضغط كبير داخلي على البيئة السياسية لدى الاحتلال الإسرائيلي. نتنياهو يواجه ضغوط سياسية من خصماء أو في سواء في الكابينت أو في الأحزاب الإسرائيلية، بالإضافة لمطالبات المستوطنين بإيقاف الأمر. يعني الأمر يؤرق المستوطنين منذ حراك مسيرة العودة. أشكرك. إذا أردنا أن نقول أن هناك تهدئة يجب أن تكون تهدئة شاملة.
لذلك باعتقادي أن التهدئة لن تصل مبتغاها إلا بتدليل العقبات من إحدى الطرفين، وهذا ما سيتحمله الساعات المقبلة. الكاتب الصحفي الفلسطيني عماد أبو الروس، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.